zip in. Alors, on nous appelle VPN. Qu'est-ce que c'est VPN? هو Virtual Private Network. واسمعني مزيان دابا في هذا البلان. علاش كنحتاجوه؟ واسمعني. حنا مثلا عندنا واحد الشبكة محلية في المغرب فيها 4 ديال البيسيات. وعندنا واحد الشركة في هونغ كونغ حتى هي فيها 4 ديال البيسيات. وبغينا هذوك 4 البيسيات اللي في هونغ كونغ يتكونيكتاو مع دوك 4 البيسيات اللي عندنا في المغرب على اساس انهم كلهم مع بعضينا اللي قالوا المصريين مع بعضينا يعني يكونوا كلهم في واحد الشبكه بحال في شبكه محليه دوك 4 اللي كاينين في هونغ كونغ يكونوا كيشوفوا هذوك 4 اللي في المغرب بحال معاهم بحال حنا راه مكونكتين في شبكه محليه هي مع بعضينا. واش فهمتي الفكره من اين مستوحات؟ يعني عندنا هذه الاشكاليه عندنا واحد 4 البيسيات في هذا اللوطيل او في هذه المؤسسه بغيناهم يتكونيكتوا مع واحد 4 البيسيات في هونغ كونغ وبغيناهم كاملين هذاك البيسي اللي في هونغ كونغ يشوف البيسي اللي كاين هنا في المغرب يبينغي عليه. اش نقصدوا بالبينغ؟ البينغ هو عباره عن واحد البرايميج اللي تيمكننا باش اننا نشوفوا واحد الهوست واش هي موجوده ولا ماشي موجوده. واخا نشرح لك شنو هي البينغ بعدا. يبينغي عليه ملي تسمع بينغ هذا المصطلح راه مهم. بينغ شنو هو؟ البي اي ان جي. هاد بي ان جي هي عباره على واحد البرايميج باش كنعرفوا واش واحد الهوست موجوده ولا ما موجوداش باش نعرفوا هي تدق عليه بحال البلان تدق عليه تدي ليه حميد تقول لها ايه انا موجود تقول لها تفضل تدخل. هذا هو البينغ. هذا هو عباره واحد البرامج باش نشوف واحد الهوست واش لايف ولا لا. حنا مثلا بغينا نشوفوا 192 168 101 واش كاينه واش فايقه واش ناشطه معانا واش ناضيه واش خدامه كنديروا بينغ وتنديروا الطق وتعطينا واحد الريبلاي شتيها فواحد التايمين معين فواحد الوقيته معينه. اذا هاد التايم هذا شتي 1.203 ملي سكوند شتيها هو تيجاوبنا تقول هي حميد انا معاك حميد ها انا حميد انا ناشطه حميد ها انت شوفني يا حميد. مثلا درنا بينغ 192 نديرو حنا كاع سيتي 01 مثلا شي حاجه اخرى هاد تايم اوت تقول لك حميد راه ناعس حبيبي راه ما كاينش هو تايم اوت هاد الاي بي راه ما كايناش راه ماشي لايف ما كايناش ناعس. حنا دابا مثلا بغينا نكونيكتيو حنا مثلا عندنا بغينا نكونيكتيو دابا حنا عندنا مثلا 4 ديال البيسيات هنا في المغرب بغينا نبينغيو على 4 البيسيات في هونغ كونغ فواحد لادريس اللي هي او واحد الشبكه اللي هي محليه. اذا باش غادي نخدمو غنخدمو ما يسمى بالفيرتوال برايفت نيتورك. فيرتوال برايفت نيتورك الفيرتوال برايفت نيتورك هو كنكريو واحد الغيزو لان اونتر وان كنكونيكتيو غيزو لان اونتر وان. وان هي اللي جامعه الشبكه كامله ولكن وسطها دايرين واحد الشبكه ديالنا محليه ديالنا متفقين واحد الشبكه محليه ديالنا فهمتي تتسمى فيرتوال برايفت نيتورك غيزو حيت باش بينغي هذا اللي من المغرب على هذاك اللي في هونغ كونغ خاص وان خاص كونيكسيون وان ايوا داك الوان بوبليك ادريس اي بي. اذا باش يبينغي هذا وهذا ونقدروا مثلا امبريمي ورقه من هنا لهنا وهذا خاصني نكري واحد الريزو فيرتوال برايفت نيتورك غيزو اللي هو بريفي غيزو بريفي تيجمع هاد الشبكه اللي عندي في المغرب مع الشبكه اللي كاينه في هونغ كونغ. وبالتالي ملي كتكونيكتا في واحد الفي بي ان اش كيعطيك؟ تيعطيك واحد لادريس اللي هي ادريس لوكال بحالها بحال لادريس اللي حنا شفنا. مثلا حنا غنجربوا مثلا غنتكونيكتاو باغ اكزومبل غنتكونيكتاو حنا دابا مثلا مثلا اذا انا هذا سيرفر هذا الاشاره سيرفر في بي ان ديالي اوكي بانت البابليك ادريس ماشي مشكل نقدر نعاود نسوبريمي ونعاود. المهم حنا نفرضوا انا اذا دابا انا مثلا هذا دابا مثلا ملي كنت كونيكتا في هذا لي ريزو في بي ان بطبيعه الحال
غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله تطبيقي، وغنحطو لكم في لاباج ديالي كيفاش تصاوب سيرفور في بي ان ديالك. فانا ملي كنصاوب واحد السيرفور في بي ان وتنكونيكت عليه تعطيني ها هي ادريس 10602. اذا هاد لادريس هادي، هاد لادريس هادي، هادي ادريس لوكال، هادي ادريس لوكال. الا جينا نحاولوا نبينغيو علاش غيوقع؟ هادي ادريس لوكال. اذا ندير ليها بينغ، انا نبينغي على جهاز اخر مثلا معايا في نفس الريزو، حيت ادريس 10 ادريس لوكال. اذا 6.0.1 هو لادريس اي بي ديالي، شتيها؟ جوج هي لادريس اي بي ديالي. انا غندير واحد، هاني تنبينغي على واحد الجهاز، شتيه؟ ها هو تنبينغي عليه، كاين في ميريكان. دابا هاد الجهاز في ميريكان، ولكن شوف لادريس لوكال اصاحبي، ها انت ادريس اي بي لوكال. شوف الا خرجت من الشبكه، هاني غنخرج منها، ما باقيش غيبينغي. صافي راه ما بقيتش في هذاك الريزو، فهمتيني؟ ما بقيتش في هذيك الشبكه، صافي خرجت منها، هاني راه خرجت منها، هاي خرجت منها، ما بقيتش فيها، ما بقيتش في هذيك الشبكه الداخليه، شتوها؟ داكشي علاش انت تيقول لك ريكوست تايم اوت، تيقول لك اودي ما كاينش، حيت هنا لي بي اللي ولا الريزو اللي وليت داخل فيه ديالاش، وليت داخل في هذا الريزو ديال، وليت انا داخل الريزو ديال هذا لوطيل، الريزو ديال هذا لوطيل كيبدا ب 192، هو هذا. انت 192 168 101، ها هو لادريس لوكال ديال هذا الريزو هذا، 192 192 101، ماشي 10 هذا، ولكن اون فوا غنتكونيكتا دابا انا في البي في بي ان، ها انتوما، اون فوا غنتكونيكتا فيه، هو غيرجع تاني، ها حيت صافي حيدت انا من هذيك الشبكه اللي هي 192 168 واحد واحد، ودخلت لشبكه اخرى كاينه في ميريكان. هاي صافي مفهوم هاد البلانات. المهم هذا، المهم هذا ان شاء الله غادي ندير لكم حلقه ديال كيفاش تصاوبوا سيرفر في بي ان ديالكم، حيت هذيك بغى البراتيك ما يمكنش نديروه لايف. غادي نشرح لكم كيفاش غادي نديروا ان سيرفر في بي ان ديالنا، ديروا في امريكا، ديروا في استراليا، ديروا في ما عجبك، غادي نشرحوا كيفاش غادي نخدموا عليه ان شاء الله. غندير لكم هذا درس تطبيقي، هذا خصو يكون فيه التطبيق، غنديروا لكم لانه غتحتاجوه بالجهد. هادشي لانه حنا سي ان سيرفور، حتى هو ان سيرفور اللي كنكرييوه في واحد لادريس اي بي اولا كنستخدموه، تيكونوا هما دايرين واحد سيرفور في واحد السيرفور في واحد البلاد. اذا انا هذاك السيرفور تيخصني نكونيكت عليه باش ندخل داخل هذيك الشبكه، داخل هذيك الشبكه. فبطبيعه الحال ملي غادي نكونيكت يكون عندي ادريس بوبليك ديال هذيك البلاد، بحال كي شرحنا في البروكسي ديال هذيك البلاد. داكشي علاش كيعطيك الفي بي ان ادريس بوبليك مختلفه، لانك دخلتي لواحد الغيزو واحد اخر. يعني انا مثلا ملي تكونيكتيت في الريزو ديال هونغ كونغ، راه داك الفي بي ان اللي درت في هونغ كونغ، اذا ولات عندي ادريس بوبليك ديال هونغ كونغ، وادريس لوكال، ادريس تتولي بحال نفس المساله، تيولي عندك لام ادريس لوكال اللي هي 10 اللي شفنا دابا 10 يمكن بوان جوج ولا هذا، وادريس بوبليك اللي هي ديال هونغ كونغ. ملي كديكونيكت من داك الفي بي ان تتولي عندك ادريس لوكال اللي هي 192 168 لوكال، وتتولي عندك ادريس بوبليك ديال اتصالات المغرب. شا خويا سي، حيت هادوك لي فيب، هادوك لي زادريس بوبليك ما كيتبدلوش، تكون واحد لاباز دو دوني. هذيك لاباز دو دوني اش كتكون فيها؟ تيكون فيها كاع هادوك لي زادريس اي بي اللي تيكونوا تابعين لواحد الشركه ديال الفي بي ان، هي كتكون شاريه واحد الرينج ديال الاي بيز، كتكون شاريه من الى، كتكون شاريها وشكون الهويه ديال شكون شاريها؟ واحد الشركه الفي بي ان، مثلا في بي ان كوربوريشن تي ام. يعني انا ملي تنمشي لهوز كيبان ليا في بي ان كوربوريشن تي ام مثلا. اذا انا عارف هذيك الرينج من 100 من 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 كدا حتى لكدا كلهم تابعين لواحد الفي بي ان. ملي كتجي انت هي كتكونيكتاي مثلا فواحد السيت تبغي تخيي هذا، كيجيو يشوفوا هذيك الاي بي اوتوماتيكمون لي بوت، كيشوفوا تعرفوا هذيك لادريس اي بي تابعه لواحد الشركه الفي بي ان، او تابعه واحد الشيت ديال الهوست، ديال الهوستين او الكلاود مثلا، او لا شي شركات اللي كتبيع الكلاود ولا هذا، تيقول لك زكا انت ماشي انت مكونيكتي اما في بي ان ولا بروكسي ولا ما كاينش عندك شي بلان. داكشي علاش كنهضروا على شي حاجه اخرى سميتها الريزيدونشال اي بي ادريسز. شنو هما الريزيدونشال اي بي ادريسز؟ دابا مصاحيت الوالدين طاحوا على واحد البلان، اشنو هو؟ هو تيجيو مثلا الناس تيقول لك شوف غتعطينا تكري لينا البيسي ديالك، ولا تكري لينا تليفونك،
وتانستالي فيه واحد لابليكاسيون. هذيك لابليكاسيون اش كدير؟ هي اللي كدير داك الدور ديال البروكسي، تيحولوا لك البي سي ديالك البروكسي. سو داك الاي بي اللي عندك انت ديالاش، هذاك الاي بي اللي عندك انتيا ريزيدنشال اي بي ادريس، ما تبعش شي شركه ديال الهوستين. واش مفهوم هذه المساله ولا ما مفهوماش؟ حيت انا دابا مثلا اذا درت هوز، مثلا درت وات از ماي اي بي ادريس مثلا في جوجل، دابا الا درتيها غيطلع لك ادريس اي بي، ويعطيك الشركه اللي عطيك، غادي تعطيك ماروك تيليكوم. هما تاع هذيك ماروك تيليكوم علاش يقلبوا؟ حيت ملي كيجيو هما، ملي تتانصالي هذيك لابليكاسيون في البي سي ديالك، في البي سي ديالك، هذيك لابليكاسيون اش كدير؟ كتحول لك البي سي ديالك لسيرفر بروكسي اللي هضرنا عليه، كيتحولوا لسيرفر بروكسي، متفقين؟ و تيولي كيستغلوا ديك الباندويت ديالك، كيستغلوا داك الصابيط الانترنيت ديالك باش انهم كيبيعوه لوحدين اخرين. لانني انا مثلا باغي نتسجل فواحد الموقع، ولا خاصني اي بي حقيقي ملي يدخلوا الهو ايز. واخا شنو تنقصدوا بهذا الهو ايز؟ هو ايز هو هذا مثلا، هو هذا دابا انا مثلا، هذا هو الهو ايز. تتسمى الهو ايز، تدير في جوجل هو ايز كيطلعوا لك بزاف لي سيت. مثلا انا غنجي لهنا غنكتب مثلا واخا اسمح لي عطيني دقيقة نجيب وات از ماي اي بي. انا غندير وات از ماي اي بي، غيعطوني لادريس اي بي. او شي انا مكونكتي دابا واخا مزيان ديروا هادي ونديروا هادي. واخا دابا انا مكونكتي، ها انت فهم لينا مزيان. انا دابا مكونكتي في بي ان، اوكي؟ اذا ملي تندير هو از ماي وات از ماي اي بي، كيعطيني هاد الاي بي، غنهزو هاد الاي بي هذا، او لا مثلا نديروا ليه هاكا، ندخلوا نيت لهنا نشوفوا لي زانفورماسيون تاع هاد الاي بي. اذا عندي انا هاد الاي بي، اذا لاحظ معايا في الهو از انفورميشن ديالو، المعلومات ديال هاد الاي بي اش كيعطيني؟ جوجل كلاود. اذا هذا اش كنعرف منه؟ تنعرف هاد الاي بي تابع لواحد السيرفيس سميتو جوجل كلاود. اذا الا جيت انا لهاد جوجل، واش شنو هو؟ واش بي سي هذا؟ واش جوجل كلاود شي شركه ديال الاتصال؟ لا، جوجل كلاود تابع جوجل كلاود بلاتفورم. اذا هادشي هذا شي سيرفر ويب، هذا ماشي، هذه ماشي هاد الاي بي هذا، هاد الاي بي هذا ما تابعش، هاد الاي بي هذا ما تابعش لشي شركه، هاد الاي بي ما تابعش شي شركه ديال الاتصال، هذا تابع لشي شركه كتعطينا الهوستين، كتعطينا الخدمات ديال الويب، ما تابعش لهذا. هادشي باش يعيقو بيك ملي كتخدم في بي ان. ولكن مثلا انا الا جيت مثلا نديكونيكتا من هاد، نديكونيكتا من هاد الفي بي ان، ونعاود ندخل لوات از ماي اي بي ادريس، اش ولا عاطيني هنا؟ ولا عاطيني واحد لادريس اي بي بوبليك اخرى، شتيها؟ ها هي. اش تابع هنا سميتها اي اس بي ماروك تيليكوم. الوغ هاد الناس ملي كيعطيوك واحد البروغرام تتانستالي في بي سي ولا في تيليفونك، تيحول لك هاد البي سي هذا، تيحولوا لك الان بروكسي. راه شرحنا البروكسي دابا، ما غاديش باقي نعاودو نشرحو شنو هو. تيحولوا لك الان بروكسي. اذا ملي تتحول الان بروكسي، وكنخدم انا بهذيك لادريس بيبليك ديالك، كنخدم بها، كنديرها في المتصفح اللي كنا هضرنا عليها، دا ورينا كيفاش نحطها في المتصفح، تنديروها في المتصفح، تنديروا البورن عام سيدي، وكنتكونيكطاو سيرفر الكلاينت فيسبوك. اش كتشوف؟ اش كتشوف؟ كتشوف هذا اللي هو شنو؟ اللي هو ماروك تيليكوم، هو داك الاي بي بوبليك ديال ماروك تيليكوم. اش يسحبهم؟ تيسحبهم انت، راه شي واحد بصح مكونيكطي في هذاك، انت كليان، انت عندك ماروك تيليكوم، انت ماشي جوجل كلاود، انت كليان، انت شركه اتصال، مرحبا بك دخل. انت القلب اختي.